أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير في مباراتي نصف النهائي والنهائي ببطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي. وطالب مسؤول الجبلية من الجهات الأمنية حضور 10,000 متفرج في مباراة نصف النهائي و20,000 متفرج في المباراة النهائية. وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم إن مجلس الإدارة يرغب في استغلال نجاح حضور الجماهير في مباراة الأهلي مع الداخلية بالكأس من أجل زيادة الأعداد في المراحل النهائية. وكان النادي الأهلي قد تغلب على الداخلية بهدفين دون رد في دور 16 ليتأهل لمواجهة الأسيوطي سبورت يوم 30 إبريل الجاري في ربع نهائي كأس مصر.